ما الخطوة لشفاء مرض لوط كما فعل قوم لوط؟ أصل المشكلة إن داء اللوطية ده اللي يعتاده لا علاج له، بدليل إيه؟ حده عند في القرآن، الحد في القرآن إن اللوطي ده إيه؟ يقتل. دليل إنه ملوش علاج. عارف لو كان ليه علاج كان ربنا قال حده، السارق مثلا تقطع إيده يحرم، سبحان الله يحرم يسرق، ما قالكش موته، قال لك اقطع إيده هيشال من إيه؟ من قلبه حب السرقة. لكن اللوطية دي ملهاش حل، لدرجة إن أطباء الأمراض النفسية لما بيجي واحد متلبس بهذا الداء وعايز يخلص منه ويروح للأطباء النفسيين يقولوا إيه، لأن هم دول أصلا مدرسة فرويد، يقول له ليه يا ابني عايز تتعالج؟ خلاص عيش كده وخلاص، ما يجرش حاجة، ما تقلقش وخلاص. وفي أوروبا سابوها لدرجة إن وصلت لمرحلة إن إيه، إن الراجل يتجوز راجل، والبلاوي اللي أنتوا شايفينها. فأهم حاجة ألا يقع الإنسان في دائرة إدمان هذا المرض، لأنه لا علاج له. شوف، مدمن خمر كعابد وسن، وده مدمن عادة خبيثة ما يعرفش يبطلها. وبالتالي أهم حاجة أنك أنت ما تقعش فيها. يعني إيه ما تقعش فيها؟ أول حاجة لو عندك أولاد ذكور إياك أن تجعلهم يبيتوا عند غيرك، لأنه الاعتداء على الطفل وهو صغير هو اللي بيورث فيه هذه العادة. بيبتدي الأول يعتدى على الطفل وهو صغير، الطفل مش فاهم إن ده حرام ولا غلط، واخد بالك؟ لأن أنت سبته عند ابن خالك وابن عمك يقعد هناك يغير منظر ويطلع إيه، إحنا شايفين المحارم بيعملوا إيه الوقت في العك، واخد بالك؟ خصوصا إن الوقت بقى فيه إلهاب للإيه، للإثارة الجنسية عن طريق مقاطع على النت، والناس قاعدة طول النهار تتفرج على المقاطع، فبقى فيه حاجة اسمها إيه، إلهاب للجنس وإيه، ومزاولة هذه الشهوة الخبيثة. وبالتالي أصبح فيجي لك العيال الوقت بقوا مدمنين وبيتفرجوا على المقاطع دي، متصور منهم يعملوا إيه، فممكن يستفرد بطفل صغير يعتدي عليه، الطفل مسكين لأنه لسه صغير ما يفهمش. فإياك يعني تحافظ على ابنك أشد ما تحافظ على بنتك كمان، وتحافظ على بنتك، لأن هي بتبتدي العادة اللوطية دي بتتأصل في الإنسان لو اعتدي عليه في صغره، فهمت بقى إزاي؟ فلازم تحافظ على ابنك كويس، مش ترميه في الحضانة وما تسألش عليه، ترميه عند الجيران علشان إيه، أمه في الشغل وتجيله أمه مسكينة بعد العشاء، والواد طول النهار قاعد في بيت الجيران مستني أمه، ما تعرفش إيه اللي يجراله، فهمت بقى إزاي؟ فناخد بالنا من الحكاية دي. دي حاجة. الحاجة التانية إن ابنك لما يبتدي يميز لازم تعامله معاملة الراجل مش معاملة إيه؟ يعني إيه؟ يعني تلبسه لبس رجولي، ما تسيبش شعره يطول علشان ما يبقاش عنده نوع من الخنوسة، يبقى الابن أول ما يتميز كده ألبسه اللبس الرجولي، تيجي صلاة الجمعة ألبسه جلابية وطاقية وشبشب وتعالى يا ولد نصلي الجمعة، يقعد في وسط الرجالة مش تسيبه، وتيجي أنت تصلي الجمعة يقعد في وسط الحريم، يقوم يطلع من أسون. دي وسائل تربية، خل بالك إزاي، والله دي حقيقة. يعني وسائل التربية دي مهمة جدا عشان تمنع إن حد من حبايبك يقع في الأزمة دي، فهمت بقى إزاي؟ وألا شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه، بيقول لك وفرقوا بينهم في المضاجع في سن 10 سنين، فرقوا بينهم في المضاجع، إحنا في زماننا ده في سن 7 سنين تكفي أنتم فرق في المضاجع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام الرجل مع الرجل في لحاف واحد، يعني متجردين. شوف أداب النبي، خد بالك دي أداب نبوي شريف. ونهى أن تنام المرأة مع المرأة في ثوب واحد، يعني في ملاية واحدة متجردات. شفت الأداب النبوية، ويمنع السحاق ويمنع اللواط، كل دي أداب نبوية ناخد بالنا منها، تعلمه لما يجي يغير هدومه ما يغيرش هدومه قدام الناس عشان يبقى عنده حياء، يوم ما يجي حد يقلع هدومه يقول له كده عيب، ماما قالت كده عيب يا ولد، لأنه هو اتربى على إنه ما ينفعش يقلع هدومه. والأم تفهم ابنها وهو رايح المدرسة، ما حدش يلمس جسدك، ما حدش يقلعك هدومك لأي سبب، تقوم الأم كمان تلقن ابنها من صغره، واخد بقى، مش مهم تقول له ليه، لكن تقول له هي كده الأدب كده يا ابني، ما حدش يلمسك. والبنت برضو أمها تفهمها، ما حدش يلمسك ولا يحدث عليك ولا يبوسك ويقول لك مش عايز يطبطب عليك، الحاجات دي كلها حرام اوعي تعمليها. تقوم البنت تبقى فاهمه مؤدبه، والولد يبقى مؤدب، نقوم ايه، نمنع حدوث هذا. يبقى الوقايه من هذا المرض هي المهم، انك انت تمنع حدوثه اصلا، لكن لما بيحدث صعب علاجه.
صعب علاجه جدا. أطباء النفسيين لما لقوه عاجزين عن العلاج قال لك ما تسيبه يا أخي على حل شعره، هنعمل إيه بقى؟ سيبه خلاص. فهم؟ أنا أريد. وبعدين لما يجي لك ضيوف رجالة ويجي ابنك عايز يقعد معاك ما تقولوش يا ولد روح يقعد مع مامتك، لا خليه يقعد يسمع حديث الرجال. فهمت إزاي؟ مهمة الحكاية دي، كل دي تربية. شوف النبي كان مجلسه، يجي سيدنا عبد الله بن عباس عنده 10 سنين يقعد مع النبي ويقعد جنب النبي على يمينه، وسيدنا خالد بن الوليد على شماله، يجي النبي يشرب يقول لسيدنا عبد الله بن عباس عنده 10 سنين أتأذن بها لخالد وابن خالد، وخالد بن الوليد ده ابن خالته وكبير أكبر منه، لكن اللي على اليمين الأول. يوم سيدنا عبد الله بن عباس يقول لرسول الله والله لا أوسر بسؤرك أحدا أبدا يا رسول الله. يعني عنده، يعني النبي كان يقعد الأطفال في مجلسه عشان يطلعوا رجالة، النبي كان بيربي رجالة. أنت ساعات يجي لك ضيوف رجالة أصدقائك، يجي ابنك عايز يدخل تقول يا ولا روح اقعد مع أخواتك اقعد مع أمك، يبقى أنت بتعلمه أنه هو مش راجل من صغره، يقوم بعد كده سهل الاعتداء عليه. فهمت بقى ازاي؟ فانا عايزك تربي رجاله، تربي رجاله. اما تروح اي مجلس علم تاخد ابنك في ايدك، تيجي صلاه الجمعه تاخده في ايدك، جاي صلاه الجماعه تاخده في ايدك. راجل هتيجي مثلا تخرج شويه هتغيب مثلا 6 ساعات تقول له يا ابني انت راجل البيت وانا غايب، خد بالك من اخواتك، خد تعيشه المسؤوليه. فهمت بقى ازاي؟ كل ده بيربي فيه الانفه ان حد يضحك عليه ويوقعه في الازمه دي. فهم؟ يلا. والافضل طبعا ما نقولش بقى لفظ لوطي، علشان اسم لوط ده اسم شريف، نقول ايه شذوذ، نقول عليه سودومي، واخد بالك؟ بالنسبه للمدينه اللي كان مشهور فيها تسميه مثلا مثلي، المثليه، سميه اي حاجه، ونزه اسم لوط منه، لان من كتر ما ارتبط هذا باسم سيدنا لوط ما حدش بيسمي ابنه لوط ابدا، مع انه اسم شريف من اسماء الانبياء. ليه بقى؟ لان ارتبط هذا في لغه العرب بكلمه اللطيه، في حين ان اسمها في الانجليزيه مش لطيه، اسمها سودومي، فاسمها بالانجليزيه احسن نسبه لمدينه قوم لوط اللي هي سدوم.